هذا السيد هذا اللي وقع له هذا المشكل، ياك هذا السيد اللي وقع له هذا المشكل ساكن معنا في العماره ساكن معنا في العماره، وكان والسنديك راه في السنديك هو نائب ديال الرئيس، ودرنا اجتماع باش نديروا البروجي هذا قبل ما تبدا هذه القهوه، قبل ما داك الشيء، ودرنا بكل شيء باجتماع كل شيء، واتفقنا على الثمن والبروجي كيفاش غادي يكون، وجاتنا سيدي 180 الف ريال للدار، 9000 درهم، كاين اللي خلصها داها وداك الشيء وسقد، وكاين اللي كيتماطل، وهادو الناس كاينين شي ناس لا داعي لذاك الاسم، هما عطاو حتى فرانك وتيقولوا عطاو، هادو هما اللي كيغوتوا، هادو هما اللي كيغوتوا، والسيد جاب واحد النيه غزاله كيبغي يصلح، كيصلح في حقه قبل ما يصلح قهوته، يعني قال كيفاش؟ قال بان العماره مخربقه، يعني ما مؤهله للسقوط، فيها بزاف ديال الشقوق وبزاف ديال الشيء، قال نسبق العماره ونرممها عاد ندير البروجي ديال القهوه، هذا هو كاين باش زعما داك الشيء اسورتي، داك الشيء منسق. فإذا بيلقى الناس في النبله باش انا كنت حاضره في الاجتماع، كلشي اتفق على البروجي، كلشي قال لك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، في الاخر ملي جا الفعل كلشي كيبقى يتردد، لا ما عنديش، ما عنديش، والسيد بدا في الاصلاح. وهذا من جهه، المهم هذا الشيء، الوغ ملي وقع الحادث، وقع هذا الشيء، يعني فجأة وقع كلشي ماشي، لقاو فين يعضوه. البوان فيبل ديالو شدوا البوان فيبل، والحمد لله ما غاديش يكون عنده بوان فيبل، راه السيد راه بلا سيغونس ديالو بكل شيء، وهاد الشيء هادو هما اللي كيهضروا، الشيء اللي ما مخلصش هو اللي كيهضر، وكاينين شي عناصر جيده في العماره مأديه الواجب ديالها وكل شيء، والله ما هضرات، والله ما قبلت الصعوبه ديالكم، ولكن اللي هضر دابا لقاو زعما كوكوا باش يقبطوا في القفص، لا ما تقبلش في القفص، راه حتى هو راجل، راجل كيعرف القانون كيعرف كل شيء.